استفاق على الحذاء الذي اتخذه وسادة، فبدأ بلعقه بعد أن تأخرت والدته في إحضار الحليب. الأم تغط في نوم عميق غير عابئة بالشمس التي أشرقت على مآس جديدة في العاصمة المنكوبة بورتو برينس. تدرك أن ليس باستطاعتها خوض المعارك التي تدور رحاها على عتبات الشاحنات التي تقل المساعدات. إنها واحدة من مئات آلاف المفجوعين الذين باتت تغص بهم هذه المخيمات التي أقيمت على عجل. لن أجري وراء المساعدات، لست بالشخص الفقير ولن أتقاتل مع أحد أبدا للحصول على الطعام. من لازال من الرجال يمتلك العزيمة يجهد للبحث بين الأنقاض، لكن ليس عن ناجين جدد وإنما عن أي شيء ذو قيمة قد يكون مخبأ وسط هذا الركام. غنيمة هذا الرجل كانت كبيرة، فقد وجد تحت أنقاض هذه الصيدلية أكواما من الدواء الذي لا يزال صالحا للاستعمال، فافترش به الأرض لبيعه. الناس تشتري الدواء لأنها بحاجة إليه، كان الوضع أفضل لكني حاليا لا أبيع الكثير. كارثة ربما ستكون أكبر آثارها على هؤلاء الصبية الذين صنعوا من أكياس المساعدات طائرة ورقية علها تحملهم خارج هذا المكان الذي لا تشتم منه سوى رائحة الموت. فراس كيلاني، BBC.